طيب شيخنا أنا المبتلى بالتشاؤم شو أسوي؟ أهل البيت عليهم السلام لم يقصروا، شخصوا لنا الحالة ووضعوا لنا العلاج. زين، أول علاج إلى التشاؤم هذا الشخص المحبط، هذه رسالة إلى الشخص اللي يعيش الإحباط، الاكتئاب، التشاؤم، الذي ينظر إلى الأمور بنحوسة إلا دائما متطير. هذا مو شيخ ياسين يحكي، أهل البيت يقولوا أول علاج للقضاء على التشاؤم الاتكال على الله تبارك وتعالى. كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة الطيرة التوكل. انت اذا شفت نفسك متشائم تقول ما ادري ايش راح يصير، انا الان تخرجت الشهادة عندي ما ادري بيوظفوني لو ما بيوظفوني، اذا وظفوني الراتب يكفي لو ما يكفي، اذا ما كفى منين اتزوج منين افتح بي. اتكل على الله، اتكل على الله، وتذكر هذه الآية دائما، اليس الله بكاف. انت على بالك يا الوزارة او فلان اللي هو بيكفيك؟ لو الله اللي بيكفي. اتكل على الله، على المرء أن يسعى لإصلاح شأنه وليس عليه أن يكون موفقا. إذا شفت واحد يريد يحبطك يقول لك ترى ما عليك إذا درست ما حد يشغلك، ما راح تحصل وظيفة، ما راح ينفتح لك، شوف العالم شلون يمشي، قل الله موجود، قل الله موجود، وحتى لو الدنيا كلها توقفت الله ما راح يخيب ظني، لأن ظني في الله حسن. شوف كلمة الإمام موسى ابن جعفر عليه السلام، خلي أقرأ لك. يقول الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه، الشؤم للمسافر في طريقه خمسة أشياء. يذكر الإمام، يذكر الإمام في زمن الناس يخافون من شنو، يتشاءمون من شنو، فيذكر صور التشاؤم اللي كانت في زمنه وفيما قبل زمن الإمام، ويخلي الإمام العلاج لهذا التشاؤم. قال الإمام الكاظم عليه السلام الشؤم للمسافر في طريقه خمسة أشياء. أول شيء قال الغراب الناعق عن يمينه والناشر لذنبه. شاف غراب قال يستر الله، هذا الغراب أول ما صبحنا شفناه واقف وقاعد ينعق، يستر الله هذا اليوم ما بمر على خير. هذا كان في زمن الإمام هالشكل الناس. الغراب الناعق عن يمينه والناشر لذنبه والذئب العادي الذي يعوي في وجه الرجل. طلع من الصبح شاف ذئب حشاكم، شاف كلب نبح في وجهه، قال يستر الله، صبحنا على كلب يعوي علينا، يستر الله ايش راح نشوف. هذه واحدة من الصور. الثاني قال والظبي السانح عن يمين إلى شمال. غير قلنا في الجاهلية إذا ما حصل طير شاف الغزال يروح يمين لو يسار ويبني عليها قرارات. الثالث من صور التشاؤم في زمن الإمام الكاظم قال والبومة الصارخة، شاف بومة قال أوه يستر الله. الرابع قال والمرأة الشمطاء تلقي فرجها، هو امرأة عجوزة يمكن وجهها قبيح، شاف وجهها قال هالوجه هذا يستر الله من عنده. الخامس قال والأتان العظباء يعني الجدعاء. في زمن الإمام الكاظم عليه السلام، شوف شوف اللي أزيد من الجاهلية، هذا في زمن الكاظم موسى ابن جعفر صلوات الله عليه، يجيه مثلا يدخل السوق يشوف لناقة أو يشوف لمثلا حش السامع والمكان حمار، إذا شاف أذونها مكسوصة قال عجل اليوم مو يوم، مدام قصت أذونها شلك علاقة. لا، إلى هالدرجة الشيطان يلعب بهم. الإمام سلام الله عليه من ذكر صور التشاؤم اللي كانت موجودة آنذاك علمنا الإمام علاج التشاؤم. قال فمن أوجز في نفسه منهن، يعني من هذه الخمسة أشياء شيئا، شنو العلاج؟ احفظوا يا إخواني، اللي عنده إحباط واللي عنده حالة اكتئاب يكرر العبارة اللي علمنا إياها الإمام الكاظم، فليقل اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي فيعصم. هو من يقول اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد؟ يا رب أحس قلبي من قبض، أحس نفسي كل خايف، قل اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسي، بعد الله يكفيك، يبعد عنك هذه الوساوس وبعد عنك هذه القضايا. هذا الأمر الأول، الاتكال على الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني من علاجات التشاؤم، تحدي الشيطان. أنت من تشوف نفسك توسوس تقول اليوم ما بمر على خير، تقول يستر الله، كان ما يجي حادث. أنا أذكر واحد من أصدقائنا يمكن الآن يسمعنا عبر البث، يقول مرة من المرات جاي على الجسر بسيارته في اللفة، شوف هذا كل اللي جبناه تطبيقه في هذه القضية، وهو لاف يقول الآن لو ينكسر التاير في هاللفة، من قال الكلمة انكسر التاير، اتصل للقراجة وشالوا السيارة صلحوا. عقب أسبوع أسبوعين راح استلم السيارة، رجع على نفس الطريق قال لو ينكسر التاير مرة ثانية، انكسر التاير مرة ثانية، شاله السيارة ودوها للقراج. ثلاث على نية الإمام
يقول وإن شدت تهاش تشددت. أنت شو تريد حياتك تصير؟ أنت شو تريد حياتك؟ يقول تالي قلت له تالي سوى؟ قال قطعت الطريق. قلت له خد تكل على الله. قول يا ربي حتى لو كاتب لي. احنا غير يا جماعة. اسمعني ايش اقول لك. سؤال ارد علي انتظر من عندك جواب. احنا حتى ندخل في الصلاة نرفع ايدين حوالي او محاذات اذاننا يسمونها تكبيرة الاحرام. شو نقول؟ شنو هذه تكبيرة الاحرام؟ شو نقول فيها كلمتين هي حتى الاطفال يعرفونها؟ شو نقول حتى ندخل في الصلاة؟ الله اكبر. الله اكبر يعني من شنو؟ من كل شيء، من الاشياء. شنو؟ مو بس الله اكبر من الصنم، الله اكبر من الكفر، حتى هالبلاء اللي اشوفه كبير الله اكبر. استحضر هالكلمة يا جماعة، استحضروها. من تقول الله أكبر، من تسبح تسبيحة الزهراء في صلاتك، من تردد الله أكبر، حتى لو تشوف مصيبة كبيرة الله أكبر من كل كبير. وهذه اللي أقول لك احفظها، أليس الله بكاف عبده؟ فإذا أنت حتى تتغلب على التشاؤم تحدى الشيء، قل ما يخالف، أنت تريد تجيب لي الشر حتى لو قدرت تجيبه الله أكبر منه. وشوف الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام، كتب بعض البغداديين إلى أبي الحسن الثاني الإمام الرضا عليه السلام يسأل عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور. عندهم ذاك الوقت في زمن الإمام الرضا يوم الأربعاء اللي يسافر بعد ما يرجع، اللي يطلع سفر يوم الأربعاء يموت في سفره لا يدور، يعني ما يرجع. مثل ما عدنا من أقول لك أسولف لك، اللي يكسر فاتحة يوم السبت يعني بتجي الفاتحة ورا الفاتحة، الأفكار والأوهام وخيالات الشيطان. هذول يسألون الإمام الرضا عليه السلام من بغداد، قال يسأل عن الخروج يوم الأربعاء لا يدور. شوف الإمام يوم يقول اتحدى الأوهام والله يعطيك على نيتك. فكتب عليه السلام من خرج يوم الأربعاء لا يدور، اللي تقولون أنه اللي يطلع يوم الأربعاء ما راح يرجع، من خرج يوم الأربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيرة. شنو يعني خلافا على أهل الطيرة؟ غير هذول متشائمين. أنا أقول الله ما يجيب شر، الله يجيب خير، أبطلع ويقيني بالله هذا الله شي يعطيه. قال خلافا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل عاهة وقضى الله له كل حاجة. حتى لو ذاك اليوم مو مقسوم إلى حاجة تنقضى مدام خلى ظن بالله وأخمد الشيطان. الشيطان يريد يجيب الشر، يقول أنا ما أريدك يا شيطان ولا أريد شرك، أنا أريد الله وأريد الخير من الله. الله يعطيه على نيته والله يرد الشيطان ويجلب الخير لهذا الذي يتحدى أوهام الشياطين. فلهذا يا أحبائي حديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين صلوات الله عليه عند رواية أتمنى ذول أولادي وبناتي يكتبونها الليلة، إذا سمعتوا المجلس طلعوا ورقة وقلم وكتبوا هذا الحديث وخلي دائما قدام عينك. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه إذا هبت أمرا فقع فيه، أعيد، إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. أعيد، إذا هبت أمرا فقع فيه فإن شدة توقيه أعظم مما تخاف منه. شنو يعني؟ هذه بنتي إلا في الجامعة، بابا أنا ما راح أدخل في هالمادة، راح أسحب. ليش؟ أخاف أرسب. ليش؟ أنت مو مذاكرة، مو فاهمة الدرس. فاهمة ومذاكرة لكن عندي خوف. الإمام يقول إذا خايف من شيء، إذا خايفة من شيء سوي الأمر، لأن حالة القلق والرهبة اللي عنده هي أعظم من البلاء. هذا اللي خايف يمشي قدام خطوتين يخاف يتعرقل ويطيح، خوفك أنت أزيد من الطيحة. فأنت تحدى هذا كله واتكل على الله تبارك وتعالى. هي مجرد يعني شيء تقريبي. الله من خلقنا تبارك وتعالى خلى حياتنا في لوحة. اسمع شو أقول لك، كل واحد من اللي قاعدين إلا عمره 30 و20 سنة و50 سنة و70 سنة و80 سنة، كل واحد حياته مرسومة، الله عطاه لوحة حياته بإيده لكن مخططة ميم لونة، وعطاك أنت الفرشاة، أنت تلون حياتك كيف ما تشاء. إن أحباب تلونها بلون وردي تصير جميلة حياتك، وإن أحباب تلونها باللون الأسود فتكون حياتك سوداء. أنت بمقدورك أن تصنع في حياتك ما تشاء، تتكل على الله، تستعين بالله، تكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، حتى لو كانت الحياة فيها مصائب المصائب تكون جميلة ووردية. شو تقول مولاتي زينب؟ ما رأيت إلا زين. هي جميلة وأنا الجميلة يا جماعة.
الحسين مذبوح، بس هي تقول احنا نشوف بعدين هالذبحة هذه وراها قبة ذهبية وراها ملايين راح تمشي. شوف اللي لونوا حياتهم صار فعلا كما تمنت زينب وكما طلبت. والشخص اللي يصبغ حياته باللون الأسود حتى لو الله يجيب له الخير، الخير يسويه شر. الله عاطلنا ولد مثل القمر، اليوم سمعنا وصل الخبر أنه حاكمين على واحدة 10 سنوات بالله عليك أحدثت عاهة بنسبة 100% في ولدها الرضيع، ضربة طفل يرضع من عندها ضربة إلا شوهت وجهه. زين ناس 15 سنة 20 سنة يتمنون ريحة الولد، والله يوم نعم عليك بهالنعمة، هذول حتى قيمة الخير ما يحسون بيه يا جماعة، حتى قيمة الخير ما يعرفون. ليش؟ لأنهم ما صبغوا لوحة حياتهم بالألوان الزهرية، وإنما صبغوها بفرشاة السواد، فلا يرون الدنيا إلا سودا. كن جميلا ترى الوجود جميلا. فهذا العلاج الثاني. العلاج الثالث والأخير عدم الاكتراث لأصوات التشاؤم. شيطان يجي يوسوس بإذنك، لا تروح، ترى أنا رحت بتجيك المصائب، لا تقعد في هالمكان، ترى كل من راح ما توفق. يجي الشيطان من هذا الطريق إلى أن يعتقد هذا الشخص المتشائم بالشيطان أكثر من اعتقاده بالله. فأنت تحدى كل صوت ولا تكترث من أصوات الشياطين. وإذا احتجت إلى نموذج وإلى مثال فتذكر الإمام الحسين عليه السلام. شوف حديث النبي صلى الله عليه وآله وشلون طبق الحسين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تطيرت، يعني إذا يوم الشيطان وسوس بإذنك ايش أسوي؟ إذا تطيرت فامضي، مثل ما نقول إحنا بالبحرين، ذب الحشي ورا ظهرك ولا عليك، اتكل على الله لا تكترث. إذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تقضي. غير هي وساوس، الوساوس مو علم، لا تعتمد على وساوس، خلاص ذبها ورا ظهرك. ومش الحسين عليه السلام يجون إلى واحد يقول له أعيذك بالله من وجهك الذي توجهت إليه فإن فيه الهلاك، بتنذبح إذا رحت بتنذبح. الثاني يجي يقول له لا إنك مقتول. الحسين شي يقول؟ سأمضي وما بالموت عار على الفتى. يقول أدري، حتى خلي يجيني القتل، يعني شنو بدفع عن نفس الموت؟ حتى على فراشي بيجيني الموت. فلهذا أقرأ لك النص، يقول للحر ابن يزيد الرياحي: يا حسين إني أذكرك الله في نفسك، فإني أشهد لئن قاتلت لتقتلن، يعني وراك القتل، ترى ما بترجع سالم من هالسفرة. فقال له الحسين عليه السلام: أفبالموت تخوفني؟ وأنا الموت يعني بنجو منه، جايني الموت، أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوني؟ وسأقول كما قال أخو الأوس. واحد من الأنصار من أهل الأوس رايح، هذا بيطلع يقاتل ويا النبي، إجاله ود عمه قال له: شي وديك تنقتل؟ الحسين استشهد بهذا الموقف: وسأقول كما قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله. فخوفه ابن عمه وقال: أين تذهب؟ فإنك مقتول. فقال حسين ينقل الحادثة: سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقا وجاهد مسلما وواسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورا وباعد مجرما، فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم، كفى بك ذلا أن تعيش فترغم. خلي أقتل لكن أظل مثل وأنشود على ألسنة الخلق حتى قيام الساعة: كذب الموت فالحسين مخلد.